بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي أعزائي المشاهدين عبر قناة البلاد، نحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة. والله رب العرش العظيم أسأل أن يوفقنا الخير كله ويبعد بيننا وبين الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا في هذه الجمعة المباركة هو موضوع له من الأهمية بمكان، كيف لا ونحن سنتحدث عن أعظم كتاب، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. سنجلس اليوم حول مائدة القرآن الكريم، حول حفظ القرآن الكريم. انتشرت طرق ووسائل عدة عبر العالم الإسلامي قديما وحديثا في طرق تحفيظ القرآن الكريم. لعلنا اليوم نتحدث عن طريقة جديدة لتحفيظ القرآن الكريم، أقول أنها طريقة عملية إن شاء الله سبحانه وتعالى، هي دردشة خفيفة إن شاء الله مع صاحب هذه الفكرة وهذا المشروع الذي سمي مدرسة الفقير العالمية الأخلاقية لتحفيظ القرآن الكريم. يسعدني بل ويشرفني أن يكون ضيفي في هذا العدد المبارك فضيلة الدكتور عبد الله الفقيري. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا مع تلبيتك للدعوة، صلى الله عز وجل يجعلها في سن حسناتكم الله يبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى. دكتور، قيمة القرآن وفضل القرآن عظيم، لا يخفى على أحد أن للقرآن فضل عظيم، وددنا في توطئة لهذا الموضوع أن تذكرنا بعض الشيء بأهمية القرآن الكريم وأهمية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن العظيم يكفينا شرفنا أنه كلام الله عز وجل الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك أي لشرف لك، فهذا الشرف الذي يتمناه كل إنسان أن يكون في صدره، وأن يكون منهج حياته، وأن يراه في ابنائه، وأن يراه يعني مستشفى يستطب به إذا كان مريضا، وأن تتنزل السكينة على قلبه بسبب تلاوة القرآن الكريم. وفضل القرآن الكريم ظاهر في مجالات عدة، سواء كان في المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الأسري أو غيرها. وكما تعلمون أن القرآن الكريم أن الله عز وجل أنزله على سيدنا جبريل في وهو أفضل الملائكة، كما وجاء على الأمين النبي الكريم اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، بل وهو من أولي العزم، بل وأفضل الأنبياء على الإطلاق. وجاء في ليلة عظيمة ألا وهي ليلة القدر، فبه تميزت وتشرفت. وجاء في شهر عظيم ألا وهو شهر رمضان، فبه تميز عن بقية الشهور. فإذا أراد الإنسان أن يكون له هذا الشرف، وأن تكون له هذه المكانة، وأن يكون له هذا الفضل، وأن يتحصل على الأجر العظيم والراحة النفسية هنا في الدنيا والأجر العظيم يوم القيامة، فعليه بالقرآن الكريم، عليه أن يتعلمه ويعلمه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب، في حديث آخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أراد الإنسان أن يكون في مقام العليين فعليه بكتاب الله، فلا يقول ولا يدعي الادعاءات التي ربما
كما يشتكي البعض من ضيق الوقت أو كثرة الانشغالات أو غير ذلك. فالله عز وجل قد ختم لنا في سورة المزمل الآية 20 الأخيرة، يقول فيها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن يجب أن نتأمل فيما جاء بعد هذه الآية. فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ومن بعد يختم لنا الآية: فقرأوا ما تيسر منه. فهذا الفضل اللي هو القرآن الكريم على المؤمن أن ينشغل به قلبا وقالبا قدر ما استطاع في سائر أوقاته. يا دكتور، حتى يجد الراحة بالآية الله عز وجل. بذكركم لهذه الآية في اختلاف يعني تعامل الناس مع القرآن الكريم، السؤال الذي يبادرني وأنتم صاحب مشروع لتحفيظ القرآن الكريم، قبل أن نلج في طيات هذا المشروع وكتعريف له، من أين جاءتك الفكرة يعني حقيقة في تبني هذا المشروع؟ والله صراحة أن السؤال مثل هذا لكل من تعرف على المشروع إلا ويتبادر لذهني: كيف جاءتك هذه الفكرة؟ ولكن أنا أراها أنها هدية من الله عز وجل، وفضل من الله عز وجل لا يؤتيه من يشاء. ليس يعني أنني انفردت بالفكرة، وإنما أتمنى أن تكون منتشرة في كثير من الأماكن، ولكن بهذه الطريقة التنظيمية التي ربما سوف نبين بعض يعني حيثياتها، الله عز وجل أكرمنا بها سنة 2011، حيث كنت مدرس معلم قرآن في معهد القرآن الكريم إحياء سيدي سواتي في بجاية، وكان معنا بعض التلاميذ يستحون من حمل اللوح الذي نكتب فيه بالسمخ والدوات ونمسح بالصلصال وغيرها، ولكن أرادوا أن يدعوها أو يجعلوها فرصة لكي يمتنعوا عن حفظ القرآن الكريم بسبب حمل اللوح في الشارع وغير ذلك، لأنهم كانوا رياضيين، بعد ما ينتهوا من الحصة القرآنية يذهب إلى قاعة الرياضة. فاقترحت عليهم أن يشتروا يعني كراريس من أجل أن يكتبوا فيها، ويكون هذا الكراس في حقيبة بسيطة لا ترى بالعين ولا يعرف محتوى هذه المحفظة. فبدأنا في العمل لمدة أقل من شهر ثم توقفوا، لأنه أخذتهم يعني أجوانب أخرى، ولكن الفكرة بدأت تنمو تتبلور وأحسست بقيمتها. بالرغم من ذهاب الذين بدأت معهم، ثم اقترحتها على أهلي في البيت، فبدأنا نكتب سوية، ثم بدأت تنتشر ونعرض بعض عن البعض حتى أصبح الناس معجبون بها يعني بالتدريج. نعم دكتور، يعني السادة المشاهدين يودون على الاطلاع على الفكرة العامة لهذا المشروع لتحفيظ القرآن الكريم. نعم، الفكرة العامة لهذا المشروع، لأن الإنسان ربما قد يعتريه النسيان إذا كان يحفظ، قد يكون له سبب في عدم وجود الوقت لفتح المصحف، قد يدعي البعض بأنه مشغول كثيرا بسبب لأنه موظف أو غير ذلك، ولكن الإنسان لما يرى تنوع هذه النماذج يعني قد يتجدد معها الفكر والنظر في إلى هذا العمل. فجاءت هذه الفكرة من أجل تأكيد حديث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن أبي هريرة مرفوعا، الحديث رواه ابن ماجه: إن مما يلحق المؤمن من عمله وعلمه بعد موته علما ويعني ولدا صالحا يعني تركه، ومنه ومصحفا ورثه. في نهاية الحديث يقول: ممن الأشياء يعني أن تكون تركت مصحفا ورثته. فهذا المصحف الذي تورثه إما يكون في صدرك محفوظا، أو يكون بين دفات الكتب مكتوبا بخط يديك. لذلكم الفكرة ربما ترون هذا النماذج من بين هذا لأحد الرجال، ما شاء الله هو من مدير في الشؤون في الابتدائية، ولكن لم يجد الوقت بكثرة شغله، ولكنه استطاع أن يكتب معنا بهذه الطريقة، وهي سيرة جدا جدا أن يكون عند المشترك لمن يريد أن يشارك سجلا مثل هذا، وهذا السجل يكون يعني يحترم القواعد التي نعطيها له من أجل تنظيمها سواء
27 ونصف في 18 سنتيم ويحترم المسافات بين الأسطر، ولكن كل يوم يكتب سطر واحد لا يزيد عن ذلك. ما السر في اختياركم سطر واحد فقط يعني؟ السر في سطر واحد في اختيارنا لأنه كاين نماذج تقول لك أنه كل يوم تحفظ آية. نعم. ولكن وجدت أنا بالنسبة لمسألة آية جميلة جدا وهي رائعة وأحسن، لأن الآية تنتهي بالمعنى، وسمعتها من بينها نموذج للشيخ يوسف. الشيخ يوسف هذا أندونيسي كل يوم يحفظ به آية، فلذلكم هذه طريقة آية اقترحت أن تكون سطر. بعد حسبت عدد أسطر المصحف وجدتها أكثر من 9096 سطر تقريبا، 9096 سطر. فلما قسمتها على عدد السنوات وجدتها أقرب من مدة نزول الوحي اللي هي 23 سنة. يعني لو كان واحد يحافظ على كتابة القرآن الكريم كل يوم سطر وكأنه قد كتبه في مدة نزول الوحي اللي هي 23 سنة تقريبا. فتمنيت أن يكون هذا النموذج منهج حياة لكي نعيش به. ومن بين الأسرار نتاع كتابة سطر واحد كذلكم أنه كل يوم عندنا 15 سطر هنا و15 سطر هنا. أثناء الكتابة أنت تكون تنتظر ومتشوق لكي تكتب غدا السطر الذي يليه، وهذا العمل يخلي الإنسان دائما يعني ينظر إلى المصحف ودائما يعني يتتبع التصحيحات وغير ذلك. وغير أنه الشرط الرئيسي لما يكون يكتب السطر على القرآن الكريم يتركه كما هو موجود في المصحف وقفا، لا يغير منه شيئا. البداية والنهاية للسطر يخليها كما راهي. إذا كان يريد أن يغير لازم يكون متخصص من حيث الخط ومن حيث الرسم وغيرها، ولكن أغلب المشاركين ليسوا بخطاطين، لأنه كثير ممن يدعون أنه ليس لهم خط، ولكن أنا أقترح عليهم أن يكتبوا السطر كما وجدوه لمدة ربع ساعة في من حيث الوقت، فيكتبوا السطر كما من حيث البداية والنهاية وإن شاء الله يزيد الثمار. يعني في اليوم تتم كتابة سطر؟ نعم. ويتم حفظه؟ نعم. وفيه يعني بعد ذلك استظهار يعني؟ أكيد يكون الاستظهار. الاستظهار عندنا على حالتين، إما الاستظهار أن يكون أن يحفظ الصفحة قبل أن يعرضها قبل كتابتها، يعني نحفظ الصفحة قبل ما نبدأ كتابتها ثم أكتب كل يوم سطر، كل يوم نبدأ نكتب سطر، أو أكتب الصفحة أو أكتب السطر إلى بعد الأسطر إلى تمام المعنى، لأنه أحيانا تكون عندك الآية فيها 5 أسطر ولا 6 أسطر، تحب تكتبها تحفظها بعد تكتبها كل يوم سطر، أو تحفظها ثم أو تكتبها ثم بعدها تكتب ما تشاء. فلذلك أن الإنسان لازم أو يجب أن يحترم المعنى، نهاية المعنى. أحيانا تكون نهاية المعنى في نهاية السطر، وأحيانا لا تكون نهاية المعنى في نهاية السطر. مثلا إذا كان يكتب السطر الأول من سورة الطارق، لأنه كثير ما نبدأ منها، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل، فينتهي السطر في إن كل. نشوف النموذج هنا، هذا نموذج للوالدة حفظها الله. لماذا أتيت به؟ من الأسباب لأنها من الأميات اللواتي لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، فلا داعي للإبداع. يعني مش حتى موجه للأميين؟ نعم للأميين، فالأم لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولكنها ترسم، لأنه إحنا نعتمد في العمل هذا على الرسم يعني. نعم في الرسم القرآن الكريم. هذه الصفحة السماء والطارق احترمت إن كله إن كله، فأنت كي تكتب هذا السطر بهذه الصيغة الآن إن كله ليست لم ينتهي المعنى، فهذه إن كله تكمل في الحفظ. إن كله نفس لما عليها حافظ، ولكن نفس لما عليها حافظ نكتبها غدا مع السطر الثاني، فأثناء الحفظ نكمل المعنى وأثناء الكتابة أحافظ على المبنى أحافظ على المبنى. وهذا هو من بين الأسس اللي تخلي الإنسان يحافظ على الكتابة بفضل الله عز وجل. دكتور يعني في الحقيقة كاين سؤال يطرح نفسه بنفسه، هي ما الفائدة من كتابة القرآن والمصاحف منتشرة في المساجد في المكتبات والديار؟ صح. يعني خليني نقول سؤال بطرقة واحدة، هل استشرتم يعني أهل العلم متخصص في هذه النقطة بالذات يعني؟ إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمسألة الاستشارة استشرت وعرضت الفكرة على كل من له علاقة بالقرآن الكريم أو له إجازة أو غير ذلك، والحمد لله لقت استحسان وإقبال منقطع النظير من جميع الجهات. أما الفائدة من الكتابة
يقول الشاعر: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن كتبت خيرا ستجزى بمثله، وإن كتبت شرا عليها حسابها. ويقول آخر: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وما يسرنا أن نراه هو حسنات، سواء وأهم هذه الحسنات وأغلاها على الإطلاق ألا وهو كلام الله عز وجل. فلذلك من الإنسان لما ينشغل بالكتابة، وهذا العصر نحن هو عصر الكتابة كما ترى في الفيسبوك وغيرها، شبابنا يعني يتبادلون الأفكار والنقاش محاور عظيمة جدا جدا، بل ولا يرى أحدهم الآخر ولا يكلم الثاني، ولكنهم يجدون الحلول لكثير من المشاكل عن طريق الكتابة، ولكن قد يضيع منهم الوقت أو يذهبون في متاهات بسبب عدم التقيد بالوقت أو غيرها. بينما القرآن أنت تحترم العمل الذي بين يديك، وأنك تستعظم هذا الأمر الجلل اللي هو كلام الله عز وجل، فلا تتعدى حدودك. دكتور، الفكرة يعني واضحة، هي كتابة سطر من القرآن الكريم وحفظه، ويتم الاستظهار أسبوعيا يعني هكذا. دكتور، يعني ما هي طريقتكم أولا في عرض المشروع يعني على الأشخاص وعلى الناس؟ والله بداية العرض كانت بدائية، أو ما نسموها بأن نسميها تقليدية كلاسيكية. العرض الكلاسيكي أنا أنتقل. إذا كان كما يقول الواحد، إذا كان المسيحي يريد أن يدافع عن دين وهو باطل، هو ينتقل إلى القرى إلى الديار ويعطيهم الكتب وغير ذلك، وعنده شك بأنه ليس على حق. فنحن كلام الله عز وجل يعني ما فيه شك بأنه حق، فهو حق وفوق التوقعات، فيجب أن نعطيه من الوقت الأغلى. فأنتقل يعني في المناسبات، سواء كان في أماكن مدارس قرآنية، ومدارس قرآنية، زوايا، استدعى من طرف الجمعيات، المساجد، الحمد لله كل، وأنتقل إلى مناطق بعيدة، سواء كان في الصحراء أو في العاصمة أو غيرها، والحمد لله ذهبت إلى مناطق كثيرة من أجل عرض المشروع. فأتنقل ثم أعرض المشروع عن طريق لوحة وغيرها، مثل هذه اللوحة مثلا، مثل هذه اللوحة، ثم أعرضها كنموذج أشرح للحاضرين، ولكن أشترط على الحاضرين إذا كانوا يستطيعون بعد الاتفاق مع أصحاب الذين يستدعونني أن يطلبوا من الحضور أن يأتي كل واحد منهم بكراس أو سجل وأقلام ومصحح ومسطرة وغيرها، لكي يكون الشرح على المباشر، ثم أشرح لهم، وقد يأخذ من الوقت ساعة أو أكثر أو قليل على حسب الوقت الذي المتوفر لدينا، أو على حسب طبيعة الحضور، ولأنه ممن هناك من لا يستطيع البقاء أكثر من ساعة، فأشرحهم بهذا الطريقة. دكتور، عندما يوافق الشخص على أن ينخرط في المشروع ويحفظ القرآن بهذه الطريقة، هل في شروط يعني خليني نقول شروط أخلاقية يعني للمشاركة في هذا المشروع؟ كانت الشروط الأولى قبل، لما كان العدد قليل، كان هذا هو السجل للتسجيلات على مستوى العالم، فيها أكثر من أسماء 25 دولة. نعم، فتجاوز هنا تجاوز 2000 مسجل الحمد لله، ولكن لما بدأ يزيد العدد توقفت عن المتابعة على التسجيلات، والحمد لله يومين فيه تسجيل على المباشر في الفيسبوك، الاتصال، لا أعرف الأسماء أو مين، خاصة إذا كان إناث لا أحرجهم من أين المنطقة، وثم أعطيه مباشرة الاستمارات والوثائق واللوازم التي تساعدهم على التواصل. أما الآخرين يمكن أن أتابعهم، سواء كان عن طريق الهاتف من باب العرض، أو عندي نموذج للرسائل مكتوب هنا حتى باللغة الفرنسية وبالعربية. إذا كان أنهى في نهاية الشهر الصفحة أو في نهاية الشهر صفحتين، يكتب لي، يبعث لي هذا الرسالة، يبعثها لي في الميساج على طريق الهاتف، يؤكد لي بأنه قد عرضها هو عن شيخه القريب منه، لأن لا أستطيع أن أتعامل مع الجميع بسبب كثرة العدد وبسبب كثرة الأشغال، ولكن ليست دعوة، ولكن لملء الوقت الحمد لله بالعمل هذه القرآني. فأقترح عليهم هذا النموذج فيرسلون إلي، أو عن طريق الوسائل
الاتصال في شبكة التواصل مثلا، يصور الشاب أو المرأة أو أي شخص مشارك يصور الصفحة كما هي مثل القرآن الكريم مثلا، هذه الصفحة رأي خرجت نفسها تقريبا صورة وما كان لمؤمن، يصور هذه الصفحة ويبعث لي أنه قد حفظتها وقمت بعرضها وصليت بها مرارا وتكرارا من أجل عدم النسيان وغيرها. لما يرسلها معنا بعض المعلمين في وسائل التواصل يساعدوننا الحمد لله في التصحيح من جانب الشكلي، نسيت نقطة أو كذا أو إمالة في رواية ورش أو غيرها، ثم هو يدري يتدارك هذه التصحيحات. نعم شيخ، للثبات في المشروع يعني نعم. هل في شروط يعني تشترط هنا على المشارك يعني؟ الشروط والله أنا الشروط الذي أشترطها على نفسي ألا وهو الصدق، أهم حاجة أن يكون العمل ليس لي أنا كشخص، أنا أدله ولكن عليه أن يرتبط بربه سبحانه وتعالى في أثناء الكتابة وأثناء الحفظ وأثناء الرسم وأثناء إعادة النشر والتبليغ، فيرتبط هو بربه سبحانه وتعالى. كما يقول أحد الشيوخ: لا تنقطع عن درس شيخك مرة، واحذر من الإهمال والروغان، اذهب إليه ولو بحفظك آية، فالوصل يروي ظلة الظمآن، راجع وكرر ما حفظت بلا ملل، واكتبه مشروحا ببعض معاني. فأنت لما تكون متواصل مع الله عز وجل وتجدد نيتك مع ربي سبحانه وتعالى سوف يعينك على الثبات، ولكن يحذر فقط التسويف. نعم. الشيخ كم وصل عدد المشاركين في المشروع حاليا دوليا ومحليا؟ عدد المشاركين تقريبا لو كان حد الساعة تقريبا 7000 مشارك. ما شاء الله 7000 موجودة. كيف ذلك؟ عندها أكثر يعني من سنة بالتقريب أقول هذا العدد، لأنه يومين فيه تسجيلات، وأحيانا يكون التسجيل بالعشرين بالخمسين إنسان في عن طريق مدارس. في شهر جانفي التقيت عند الشيخ، زرت أحد المشايخ وقلت له يعني قد عرضت عليك المشروع ولكنك لم تقم بالواجب تجاه طلبتك. ففاجأني قال لي: يا شيخ اطمئن، فإن عندي أكثر من 60 تلميذ بالتحديد، قال لي معايا 60 واحد ويحفظهم بهذه الطريقة. وفي الحمد لله بعض المدارس وبعض المشايخ يحفظون سواء كان طالب وطالبات، يساعدوننا بهذه العمل. دكتور، مع كل هذه الطموحات وكل هذا الأمل، يعني أكيد أنه في مسيرتكم لاقتكم بعض العراقيل والعقبات، فهل حدثتنا عن هذه العقبات التي عاقت هذه المسيرة يعني؟ يقول الشاعر: يا لهف نفسي على مال أجود به، على المقلين من جهد المرؤات. هذا من الجانب المادي ممكن يكون فيه عراقيل. لماذا؟ لأنه في البداية تاع العمل هذا المشروع أنا شخصيا كنت أشتري، لما أريد أن أقدم محاضرة أشتري السجلات والأقلام وغيرها ثم أقسمها على جميع الحاضرين، ولكن ما تستطيع أن تواصل بنفس المنهاج إذا ما يكون فيه دعم. ولكن لما الدعم يجب أن يكون مقنن، يعني ما يكون مجموع من هنا وهناك جمعا من غير يعني تحديد الوجهات وغيرها، حتى الإنسان يبعد عن نفسه التهم. ومن بين العراقيل ربما اللي هي الاستهزاء من بعض الناس الذين لم يعرفوا يعني ما معنى عمق الغاية من الهدف بتاع المشروع هذا، فيقول ما دام أن الكتب متوفرة فوالله أن هذا مضيعة أوقات، أو يقول لشخص: وهل كتب رسول الله القرآن؟ هذا الشيء معلوم بالضرورة أنه هو نبي أمي، كيف تقول تتحجج برسولنا الكريم وهل كتب؟ بل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم بفضل الله عز وجل. من بين العقبات هو التخوف من بعض المشايخ الكبار، خشية أن تكون هذه الطريقة أو هذا المشروع منافسا للطرق الأخرى أو بديلا.
كلا والله، وإنما هذا المشروع جاء لكي يكمل الطريق. بل أنا أنصح المشاركين الذين يكتبون بالطرق التقليدية بالحفاظ على نفس الطريقة، بل ويزيدون هذا من باب توريث المصحف أو تيسيره للبقية، لأن الإنسان إذا مات إذا ترك بصمة أو سئل سوف على الأقل يجدون هذه النماذج القرآنية متروكة بين يديهم. دكتور، ما هي طموحاتكم المستقبلية يعني التي ترغبون من وراء هذا المشروع؟ الطموحات كما يقول الإنسان يتمنى لكل شيء أن يتحقق من ورائه، ممكن سواء كان بيسر أو بنوع من المشقة، ولكن أهم طموح الذي أتمناه أن يقترب الإنسان المشغول من القرآن الكريم، ولكن أتمنى أن يكون بأسلوب أكاديمي أحسن. لماذا؟ حتى تتيسر المتابعة، وهذه المتابعة أشبه بالنسبة للمسلم بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي مرحلة أو وقت من أجل يعني تجديد النفس والنفس للإنسان مع اللقاء مع ربه سبحانه وتعالى عندما يلتقي بإمامه ويخبره ببعض التصحيحات أو التصويبات أو غيرها. وأهم طموح الذي نتمناه هو أكاديمية هذا المشروع أن تتبناه الجهات الرسمية مثل الهيئات العالمية، مثل وزارة الشؤون الدينية، مثل الأئمة المتخصصين، بل وأؤكد على أهل التخصص حتى لا ينتهبوا ويستغل استغلالا سيئا، بل إذا كان بيد هؤلاء الأناس الطيبين إن شاء الله تعالى سوف يتحقق الهدف، سواء كان في الابتدائيات أو في المدارس أو في الجامعات أو في المعاهد أو غيرها. لماذا؟ لأن بعض أهم هدف رئيسي أتمناه من وراء هذا المشروع أن يكون الطبيب عنده علاقة بالقرآن الكريم فيساعده في رقابته مع الله عز وجل وهو يؤدي وظيفته، أن يكون القرآن الكريم عنده علاقة مع بالطيار، وقد عرضته على الطيارين على فكرة، وعرضته كذلك على المهندسين وأطباء وسجناء وغيرهم. فأتمنى كل إنسان في منصبه ولو كان رياضيا أن تكون عنده علاقة بالقرآن الكريم، فيحس هو بالرقابة وبالحياة وبالإطمئنان في علاقته مع الناس ومع علاقته مع ربه، بل وحتى علاقته مع نفسه، يحترم ويعطي لكل شيء حقه. بسبب ماذا؟ بسبب معاملته وعلاقته بالقرآن الكريم. لأن عثمان بن عفان يقول في أحد المقولات الطيبة: إني لا أكره أن يمر علي اليوم ولا أنظر فيه إلى مصحف. إذا كان الإنسان عنده هدف مثل هذا حتى ولو يكتب سطرا واحدا أو كلمة واحدة في اليوم، بمعنى أنه سوف يضطر لفتح المصحف، وإذا فتحت المصحف بمعنى سوف يمتلئ قلبك وبصرك بنور القرآن الكريم، فتستنير به في باقي أيام يومك حتى تأتي يوم وقت الليل فتراجع ما كتبت، وهكذا دواليك كل أيام. نعم. دكتور حفظكم الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يكلل هذا المشروع بكل النجاح إن شاء الله، ويكون أن تكون قدوة لغيرك من الأساتذة والباحثين في مجال الإبداع في طرق تحفيظ القرآن الكريم. جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل، نسأل الله عز وجل نراك في أعداد جديدة إن شاء الله ضيفا علينا. بارك الله فيكم إخواني أخواتي، قد وصلت لختام هذا العدد المبارك من برنامجكم لقاء الجمعة، تحدثنا عن طريقة إبداعية في حفظ القرآن الكريم بالتدوين أو الكتابة، كتابة سطر واحد من كلام الله عز وجل وحفظه. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن إن شاء الله عز وجل ربيع قلوبنا بحوله عز وجل. ألتقي وإياكم الأسبوع القادم أحيانا الله عز وجل في عدد جديد من برنامجكم لقاء الجمعة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.